أقامت إيباراشية عزبة النخل وتوابعها مساء الثلاثاء حفل الاستقبال نيافة الحبر الجليل الأمباسيداروس بعد رسامته أسقفا عاما لعزبة النخل وتوابعها بيد قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك كرازة المرقسية وأعضاء المجمع المقدس. حضر حفل الافتتاح عدد من الأباء الأساقفة الأجلاء وأراخنة عزبة النخل وشعب كنيسة القديسة العذراء مريم بعزبة النخل، ويحتوي على عدد من الفقرات وكلمة رسمية لنيافة الحبر الجليل الأمباسيداروس أسقف عزبة النخل وتوابعها. نتابع. في أجواء احتفالية مفرحة أقامت إيباراشية عزبة النخل وتوابعها مساء يوم الثلاثاء الماضي حفلا استقبلت خلاله نيافة الحبر الجليل الأمباسيداروس بعد رسامته أسقفا عاما لعزبة النخل وتوابعها بيد قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأعضاء المجمع المقدس من الأباء المطارنة والأساقفة. فرحانين جدا طبعا أن قداسة البابا بيرعانا ومن وقت للتاني بيرسل لنا أباء أساقفة يهتموا بينا ويدبروا أمور هذه المنطقة اللي مليانة بكثير من الخدام المحبين للمسيح والشعب المحب للمسيح، محتاجين جدا وجود أب أسقف وسطيهم يدبر أمورهم ويرعاهم ويبقى له نظرة حلوة خالص عليهم ويدبر أمورهم. طبعا يوم فرح ويوم بهجة لينا أن يكون لنا أب راعي وأسقف، قد إيه إحنا محتاجين لوجود الأب الأسقف وسطينا. سيدنا الأمباسيداروس إحنا كلنا بكل فرح وبكل بهجة بنستقبله النهاردة، والحقيقة بنتمنى له أن هو يقدم لنا رعاية وخدمة مثمرة. حضر حفل الاستقبال عدد من الأباء الأساقفة الأجلاء وكهنة وأراخنة عزبة النخل وعدد محدود من شعب الإبراشية، واحتوى الحفل على عدد من الفقرات المختلفة وكلمات الأباء الأساقفة والكهنة وكلمة رسمية لنيافة الحبر الجليل الأمباسيداروس أسقف عام عزبة النخل. أهلا بيك في كنيستنا، فرحانين جدا جدا أن أنت معنا، وأكيد وجود وجود نيافتك هيفرق معنا جدا في التطور وفي الخدمة وفي الحياة الروحية. الفرحة تعادل فرحة الأبناء باستقبال أبوهم، فهو الأب هو الراعي واحنا أولاده، عشان كده دي الفرحة التي لا توصف. فرحتي كبيرة قوي بسيدنا وبقول له مبروك وربنا يبارك فيك وإن شاء الله يكون خدمتك حلوة، وباركت شعب عزبة النخل، باركت كنيسة العذراء، وربنا يخليك لينا ودايما تذكرنا في صلاتك، وربنا يعينك ويبارك في خدمتك. هكذا أعرب خدام وشعب عزبة النخل عن فرحتهم برسامة راعيا لهم الأمباسيداروس أسقفا عاما لعزبة النخل، متمنيين لنيافته العمر الطويل والخدمة المثمرة. كامل يوسف، سي تي في.